ينضم معنا من بيروت للحديث عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وخطورة هذا الإعلان في وقت تتحضر الشركات الأمريكية لطرح لقاحين بالتوازي مع ارتفاع أعداد الإصابات عالميا. للحديث بشأن ذلك ينضم معنا الدكتور إسماعيل سكرية، أخصائي الأمراض الصدرية. دكتور إسماعيل مرحبا بك. يعني السلطات البريطانية تتحدث عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا في عدة دول أوروبية. هذا الإعلان يعني في هذا التوقيت يتصادف مع طرح اللقاح، كيف تفسر ذلك من الناحية الطبية؟ والله من الناحية الطبية أنا يعني عندي علامات استفهام وحذر منذ بداية هذا الفيروس. يعني الطريقة اللي ظهر فيها، سرعة الانتشار على الكرة الأرضية، هالتضخيم الإعلامي الفظيع، هالاستنفار العالمي وهالتهويل، هالضغط، هالتناقضات العلمية اللي ظهرت، مئات ومئات التقارير المتناقضة بأوروبا وأمريكا وخاصة تحديدا بنظريات مختلفة، وحتى الآن يعني إنه السرعة، بعدين السرعة اللي تمت فيها عملية اللقاح، تصنيع اللقاح ببضعة شهور، طلع اللقاح، الضغط القوي والترهيب إذا بدك، إنه يعني يا بتاخذوا اللقاح يا بكرة باسبورك ما بينكتب، ممنوع تسافر، ممنوع تفوت على السينما، ممنوع كذا. طيب أنا بتذكر أول ما انطلق الكورونا، اتذكر معي حضرتك إنه كانوا يقولوا اوعى تفتح الباب بإيدك، اوعى تلمس، تحط إيدك على الطاولة، اوعى تعد النقود، رش ونعقمهم للنقود، عكم إيديك بعد تمسك النقود، عكم صباطك، حذاءك، عكم. كله طلع كلام فارغ ما له أي أساس علمي. الأساس العلمي الوحيد الثابت إنه الوقائي هو التباعد الاجتماعي المسافي، لأنه العدوى بتنتقل من الحامل، يعني بيعطس أو بيحكي أو إلى آخره إلى آخره، والماسك درجة تانية بتجي عملية الكمامة. أما كل هداك التهويل اللي رعبوا الناس فيه، ما تحط إيدك على الطاولة، وما تحط إيدك كيف تمسك، وكيف تطلع، وكيف تبرم، وكيف تمشي على الدرج، وكيف يعني بشو طيب. مع الحكي دكتور يعني ماذا عن الكلام كله؟ عفوا نعم. ماذا عن هذه بس كلمة نعم. عم أقول هالكلام لأقول إنه أنا طيب شو بعرفني أنا، يعني شو الصدق المصداقية العلمية بإنه كيف طلعت هاي السلالة الثانية هلا فجأة، وكيف بكره انه شو يعني ممكن يخترعوا لنا لقاء ثاني اضافي خلال، وشو بيعرفني بعد شهرين ما بيطلع سلاله ثالثه كمان؟ الصحه يعني البريطانيه تقول نعم. دكتور اسماعيل خطر اذا سمحت لي، الصحه البريطانيه تقول ان السلاله الجديده خرجت عن السيطره وامامها طريق طويل لفهمها. يعني اين تكمن خطوره هذا الاعلان وماذا يعني؟ هذا الاعلان خطر اذا كان هيك اكيد، لأنه لبين خرجت عن السيطرة، يعني حتى نظام التباعد والمتبع لكل الوقائيات للكورونا الحالية يمكن ما حينفع، وما في علاج لها، ولا يطلع هل اللقاح اللي طلع هلا تبع فايزر وتبع الثاني ولقاحات أخرى، حرب اللقاحات هذه، هل بتنفع لهذا التحول الجديد ولا ما بتنفع كبير؟ بعد ما حكي وما بنعرف، ما بنعرف. يعني نحن أمام أزمة كبيرة فعلا. بالدرجة الأولى أنا برجع لكلامي وقناعاتي إنه هالموضوع من أساسه مشبوه بالنسبة إلي أنا. طيب وهذه الأعداد، أعداد ال محلي سؤال، محلي سؤال. طيب شو هالهدف الإنساني؟ شو بيخدم الإنسانية وشو بيخدم المجتمع العالمي انه تقعد تعمل ابحاث بيولوجيه فيروسيه بهالدقه وهالخطوره هيدي اساسا اصلا؟ يعني ما هي اصلا عم تنعمل لاهداف بيولوجيه واهداف اخرى. وهذه الارقام الهائله للذين توفوا بسبب فيروس كورونا، كيف تفسرها من الناحيه الطبيه اذا كان الامر يشوبه غموض؟ انا بقول لك كيف تفسرها. بالمجتمع على الاقل الاوروبي الامريكي 80% من اللي توفوا هن المسنين فوق العمر 65. أنا وما ننسى انه بكثير دول خاصة بإيطاليا وشمال إيطاليا صاروا احيانا يشيلوا الريسبيريتر ويخلصوا من الكبار بالسن، لا يخلصوا من كلفة الرعاية الصحية تبعهم. يعني هل تريد القول دكتور ان هذا الفيروس هو مصنع؟ مصنع، انا هاي قناعتي، مصنع والف مصنع. شطارة بين امريكا والصين كيف فلت وكيف قفلت ما بعرف، بس مصنع اكيد مصنع.
لسبب، اسمح لي بس كلمة، أنا مش عم بحكي، ما بيحق لي أقول هيك هيك مجرد إنه والله طالع عبالي أقول هيك أو تعالي، لأنه هذا كلام أكبر مني بكتير بصير. بس أنا بيندي 20 كتاب مرجع أمريكاني عن كتير تراكمات، سواء بأعمال التهجين الزراعي وشركة مونسانتو وغيره وغيره وراتشيلد وروكفلر وكل هالحكي هذا، أو سواء بتصريح لروبرت ماكنامارا بال 79 عن ضرورة تخفيض العدد السكان البشري لأنه هذا الخطر الأكبر وهذا بيجي يا بالأمراض يا بالحروب، أو تصريحات هنري كيسنجر، أو معلش إيه، بدي أحترم عقلي أنا، وأنا بتابع وبقرأ ومخي مسيس بحلل، ومش عم بمضي واتهم بس عم حط علامات شك كبيرة وتساؤلات. إذن الحل من الناحية الطبية هو في التباعد الاجتماعي، لكن بالدرجة الأولى طبعا هناك حديث يعني عالميا يدور عن الإغلاق، الاقتصاد العالمي أنه يعني متدهور، أزمات مالية متلاحقة متوقعة، يعني هذا هدف، هذا هدف لتصنيع اللقاح، ضرب الاقتصادات الوسطية وما دون، والسيطرة للشركات الضخمة العملاقة الممسوكة من فئة معينة بالعالم. هل هذا يعني أن اللقاح الجديد لن يكون مجديا في مكافحة الفيروس بناء على هذه المعطيات؟ يعني بعده لهلا اللقاح الجديد في علامات استفهام عم ترافقه، هل بيعطي مناعة ولا هل بيخفف العوارض؟ هل بيعطي مناعة طويلة الأمد ولا هل بيعطي مناعة لبضعة شهور وبدك ترجع تاخده مرتين وثلاثة وأربعة؟ هني نفسهم بعدهم مش متأكدين من هذا الكلام. مع عدم التأكيد دكتور، يعني عذرا للمقاطعة، ولكن هناك حديث دائما يدور في الأرجاء عن نجاح اللقاح وربما تكون له مضاعفات على الإنسان، كيف تفسر ذلك من الناحية الطبية؟ هلأ نجاح اللقاح ما تنسى انه الفيروس بحد ذاته هو بياخد مدى، بيطلع بيك للعالي وبيبلش هو لحاله يتراجع شوي شوي. هلا يمكن هذا التراجع يمشي مع التاريخ، يعني موقتين واختراع اللقاح اوكي، بس انه مضاعفات، ايه في مضاعفات، هو اي دواء اي لقاح اي شيء بده يدخل جسم الانسان معرض يصير فيه مضاعفات، وبتتبع صحته للواحد ومناعته ووضعه وعمره وسنه وحساسيته والى اخره والى اخره. ما من يومين توفت ممرضه بريطانيه طلعت عليها، توفت على التلفزيون. طيب دكتور اسماعيل، يعني حضرتك كاخصائي في ظل يعني شده التدابير الوقائيه، ما هي النصائح التي توجهها؟ يعني النصيحة الأولى بالدرجة الأولى هي فعلا عملية التباعد، لأنه هو معروف كيف بينتقل، ومعروف هذا التباعد يعني للأسف عم تكون كلفته عالية جدا، سواء اقتصاديا ولا معيشيا، خاصة الشعوب التعبانة مثل نعومي كحليني، وعادة عن أنه عم تدمر الحياة الاجتماعية. بس علقنا، لا مفر ولا خيار، ما في غير الاحتياط والتباعد، والأماكن المغلقة استعمال الكمامة والنظافة وتغسيل اليدين وعدة مرات وقبل الأكل وبعد الأكل وإلى آخره. يعني للأسف هذا هو الأساس بالموضوع. شكرا لك دكتور إسماعيل سكرية، أخصائي الأمراض الصدرية، نشكرك شكرا جزيلا.